السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ في الفيديو ده ان شاء الله هناخد الفاين تاتش اند فايبريشن، تكملة للفيديو اللي قبل ده اللي هو كان فيه انترودكشن للسنسيشن وتجربة الكرود تاتش. طيب احنا السنسيشن سريعا، ان احنا اتكلمنا على التايبس بتاعت السنسيشن في الكلاسيفيكيشن العام. قلنا الاحساس عندنا ممكن يبقى سوماتيك او فيسرال او اورجانيك او سبيشال. كلامنا عن السوماتيك سنسيشن، رجعنا قسمنا السوماتيك سنسيشن according to ثلاث حاجات. أول حاجة according to the center of perception، قلنا sensations ممكن تبقى protopathic يعني crude sensation، السنتر بتاعها بيبقى الثلاموس، أو sensations epicritic fine sharp sensations، دي السنتر بتاعها بيبقى cerebral cortex. والتقسيمة التانية للسوماتيك سنسيشن according to site of receptors، قلنا receptors ممكن تبقى superficial في السكن، أو ممكن تبقى deep في deep structures، أو ممكن تبقى mixed تبقى superficial and deep. تالت تقسيمة according to nature of stimulus، على حسب الستيمولس اللي أنا مستخدمه. ممكن يبقى stimulus mechanical، يبقى ساعتها mechanoreceptive sensation، أو thermal حراري يبقى thermoreceptive sensation، أو pain sensation. رجعنا ناخد الميكانيو ريسبتيف سنسيشن نقسمهم، منها تاكتايل وبروبريوسبشن. التاكتايل تتقسم لايه؟ لتاتش بريشر اند فايبريشن. البروبريوسبشن يعني ايه؟ كلمه بروبريوسبشن اللي هي سنس اوف بوزيشن اند موفمنت. طيب نتكلم عن التاتش، تاتش من كرود تاتش وفاين تاتش. كلامنا النهارده ان شاء الله عن الفاين تاتش اند فايبريشن، هناخد التجارب بتاعتهم. طيب الاول الفاين تاتش بيتقسم لايه؟ هما عباره عن اربع حاجات: تاكتايل لوكاليزيشن، 2 تاكتايل ديسكريميشن، 3 ستيريوجنوزيس، 4 تكستشر اوف ماتيريالز. هنعرف كل واحده معناها ايه. الاول التست بتاع التاكتايل لوكاليزيشن، اول واحد من الفاين تاتش. يعني ايه تاكتايل لوكاليزيشن؟ اتس ذا ابيليتي اوف ذا سبجكت تو لوكالايز اكزاكتلي ذا تاتش بوينت اوف سكن وايل هيز ايز ار كلوزد. هي قابلية الشخص وقدرته على تحديد نقطة بالزبط هو تلمس فيها انه يحسها ويحس موقع النقطة بالزبط. طيب هنفهم في التجربة يعني ايه الكلام ده. طيب البرنسبل الاول بتاعي الاساس في كل التجارب اللي احنا بناخدها بيبقى جاي من الكلاسيفيكيشن الاولين، بنشوف الاحساس اللي احنا بنوصله دلوقتي classified according to ايه. يعني الاول انا قلت ان هو سوماتيك، دي التقسيمة الكبيرة، وبعدين على حسب السايت اوف ريسبتور قلت والله ده سوبرفيشال. ليه؟ لانه من السكن، انا هعمل تاتش للسكن. وبعد كده هو ميكانو ريسبتيف ميكانيكال وايبيكريتيك. ايبيكريتيك اللي هو الفاين سنسيشنز اللي السنتر بتاعها بيبقى السيريبرال كورتكس. جنب ايبيكريتيك في جمله مهمه جدا لازم نقولها بين قوسين كده، انه التاتش ده نيدز الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس، وده طبيعي لانه ده السنتر بتاعها هو السيريبرال كورتكس، عكس ال protopathic اللي هو doesn't need the integrity of cerebral cortex. طيب ايه الاكويبمنت اللي هستخدمها هنا؟ هي الماركر بنسل. طيب قبل ما ابتدي التجربه في general precautions، دي خدناها برضو في الكروت تاتش وثابته معانا في كل التجارب بتاعه السنسيشن، ان انا محتاج الاول ان انا اعمل explanation للتست for the patient while his eyes are opened، اشرح له بالظبط انا هعمل ايه. تاني حاجه اطلب منه انه يقفل عينه وبعدين ويبقى مركز. وبعدين هعمل الاكزامينيشن بتاعي ازاي؟ عباره عن 4S. ابتدي سيستماتيك يعني من الديستال للبروكسيمال. يعني لو انا في الدراع مثلا هبتدي الاول من الفينجرز وبعدين الهاند وبعدين الفور ارم وهكذا، ابتدي من الديستال للبروكسيمال. والاكزامينيشن بتاعي يبقى اون بوث سايدز، يعني الرايت والليفت سايد، في كل حاجه ليها رايت وليفت. وسيمتريكال يعني ايه سيمتريكال؟ يعني ان انا بعمل كومباريزن بين المنطقه والمنطقه المقابله ليها على الناحيه الثانيه. يعني لو هعمل اكزامينيشن لهاند اروح بعد كده اعمل اكزامينيشن للاذر هاند بعدها على طول، مش امشي هاند وفور ارم وارم في نفس السايد، لا، من الرايت هاند مثلا اعمل اكزامينيشن للليفت هاند بعدها، وبعد كده اطلع على الفور ارم الرايت وبعد كده اروح للليفت وهكذا. ويبقى الاستيميليشن اللي انا بستخدمه of the same strength، نفس القوة، عشان ما اعملش قوة كبيرة عند مثلا اضغط على السكن على الرايت سايد جامد وعلى الليفت سايد اعمل بالراحة واطلب من الشخص انه يحس، يقولي مثلا انه على الشمال مش حاسس، وتبقى المشكلة في ان الاستيميليس اللي انا استخدمته او الستريث بتاعي كان هو اللي ضعيف مش الشخص اللي مش حاسس. تمام،
يبقى systematic on both sides, symmetrical with same strength. البروسيجر نفسها بقى، انا والله هشرح للعيان قبل ما يقفل عينه، اقول له انا هلمسك في نقطه معينه بقلم البنسل، ماركر بنسل اللي انا بستخدمه، وهديك قلم انت تاني تحاول تلمس النقطه اللي انا لمستك فيها بالقلم اللي معاك وانت عينك مغمضه، تمام؟ واطلب منه يغمض عينه، وبعدين امشي في الاكزامينيشن بتاعي، اتست حته في مثلا اخترت الهاند، هعمل له تاتش بالبنسل في نقطة معينة وأقول له المس النقطة، حاول تلمسها بالبنسل أنت كمان. وبعد كده عملت اختبار للهاند، أروح للهاند التانية، وبعد كده الفور آرم، وهكذا. طيب المفروض الشخص هيلمس، هيحاول يلمس وهو عينه مغمضة الإيه، المكان اللي هو أنا لمسته فيه بالبنسل ده، هو حاجة شاربة، هو أنا بطلب منه، عشان كده هو فاين سنسيشن، أنا بطلب منه يقول لي بالظبط هو اتلمس فين، تمام؟ وعلى حسب قرب المكان اللي هيعمل فيه تاتش من من النقطه اللي انا لمسته فيها، على حسب ما هيبقى السنسيشن عنده قوي. وهو طبيعي اكيد ما فيش حد هيعرف يلمس في نفس النقطه بالظبط، بس هتبقى فرق ملي ميترز بسيطه عن المكان اللي انا لمسته فيه، فده طبيعي. لكن لو الشخص مش حاسس، هيجي يلمس في حته تانية وفي حته بعيده عن النقطه اللي انا لمسته فيها، تمام؟ وبعدين ممكن اكرر الموضوع ده مرتين على نفس البودي اريا اللي انا استخدمتها، يعني على الهاند مثلا اجرب مرتين عشان اتاكد ان الاحساس فعلا وصل له. طيب بعد كده التست اوف تاكتايل ديسكريميشن، هناخد نفس الايتيمز بتاعه التاكتايل لوكاليزيشن. هبتدي الاول ديفينيشن، ايه هو الديسكريميشن؟ يعني ايه tactile discrimination؟ It's the ability of the subject to distinguish two touch stimuli applied simultaneously. يعني ايه؟ يعني two stimuli زي ضغطتين مثلا او نقطتين لمسته فيها applied، بحطه عليها simultaneously في وقت متزامن في نفس اللحظة، عملت لها application على السكن. قدرة الشخص بقى ان يحسهم as two separate points of touch، دي هي التكتايل ديسكريمينيشن. يعني يقدر يديسكريمينيت التو ستيمولاي على انهم تو مش وان، بروفايدد ان ايه، ان الديستنس بتوين ذا تو بوينتس اللي انا حطاهم على السكن بتاعه از مور ذان ذا ثري شولد ديستنس وايل ذا بيشنت برضو هاز كلوزد ايز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه ثري شولد ديستنس؟ في عندي في الجسم في كل منطقه في ثري شولد ديستنس خاصه بيها، بمعنى انا عندي مثلا في الهاند ثري شولد ديستنس 4 مللي. يعني ايه؟ يعني معناها المينيمال ديستنس اللي اقدر لو لمست الشخص ده نقطتين عند 4 مللي، الفرق بينهم 4 مللي بين النقطتين وحطيتهم في نفس الوقت على السكن بتاعه، يقدر يحسهم لو انا لمسها على الهاند، يقدر يحسهم as two points مش one. طيب لو انا في الهاند مثلا حتى النقطتين البعد بينهم اقل من الاربعة ملي دول، الشخص ما يقدرش يحس غير بنقطة واحدة، هيحسهم كأنهم نقطة واحدة. هل الشخص ساعتها مش طبيعي؟ لا، الشخص طبيعي. ليه؟ لان three shoulder distance للهاند الطبيعي بتاعه 4 ملي، اقل من الاربعة ملي الطبيعي ان الشخص ما يحسش نقطتين، يحس نقطة واحدة. طيب لو انا لمسته في نقطتين على الهاند البعد منهم مثلا 5-6 ملي ولقيته حاسسهم لسه نقطة واحدة، لا، يبقى دي في الشخص عنده مشكلة. ليه؟ لان المفروض عند 4 ملي او 5 ملي يحس بنقطتين مش نقطة. طيب يبقى threshold distance معناه ايه؟ It's the minimal distance at which two touch stimuli applied simultaneously to the skin are felt two points not one. ايه البرنسبل عندي؟ يبقى انا باخد دايما في كل تجربه الديفينيشن، البرنسبل، الاكويبمنت، جنرال بريكوشنز، والتجربه نفسها. البرنسبل هنا من الكلاسيفيكيشن زي بالظبط التكتايل لوكاليزيشن، هو سوماتيك، سوبرفيشال عن السكن، ميكانو ريسبتيف، ايبيكريتيك، وجنب ايبيكريتيك ايه، نيدز ذا انتجريتي اوف سيريبرال كورتكس. ايه الاكويبمنت اللي هستخدمها هنا عندي؟ الكومباس، البرجل. البرجل وليه مواصفات معينة، برجل يكون الانز بتوعه نهاياته بلونت مش شارب. ليه؟ لان انا مش عايز يعني اخلي فيه احساس بالبين، انا مش عايز اعمل استيميليشن للبين، انا عايز اعمل استيميليشن للتاتش. لو استخدمت شارب انز ممكن تقلم العيان، ساعتها هيبقى شغلت البين سنسيشن مش التاتش سنسيشن. وبالتالي
ابتدي التجربه بنفس الجنرال بريكوشنز بتاعتي. هقول للعيان ايه؟ والله هعمل اكسبلينيشن الاول للعيان، هقول له انا هلمسك دلوقتي في الهند، قول لي لو انت ساعه ما تحس انك حاسس نقطتين مش نقطه قول لي. طيب، واطلب منه يقفل عينيه، وابتدي بالبرجل وهو مقفول تماما، البرجل وهو مقفول خالص كده، والتو انز بتاعته مقفوله لسه. طيب، واطلب من الشخص وهو مغمض عينه، اقول له انت حاسس نقطه ولا نقطتين؟ وهو مقفول طبيعي يحس نقطه، وابتدي بعد كده افتح البرجل سنه، اقول له حاسس بنقطه ولا نقطتين؟ يقول لي مثلا نقطه لسه. ابتدي افتح بين البرجل، اوسع بين طرفين البرجل واحده واحده والمسه، واحده واحده والمسه، لغايه ما يقول لي انا حسيت دلوقتي نقطتين. واقيس المسافه بين الانز بتاعت البرجل، لان دي بعد النقطتين اللي حس بيهم، لقيتهم والله في حته زي الهاند زي ما قلنا مثلا، لقيتهم 4 أو 5 ملي، يبقى الشخص ده طبيعي بدا يحس عند ثري شولد ديستانس فعلا انهم نقطتين مش نقطه. طيب، لقيتني بفتح البرجل وعمال افتح البرجل لغايه ما البرجل مثلا وصل ل 10 ملي او 15 ملي والشخص مش حاسس في الهاند، معنى كده الشخص ده عنده مشكله في الفاين تاتش، عنده مشكله في التكتايل ديسكريميشن. طيب، يبقى ask the subject to close his eyes with the two blunt points of compass touch the skin simultaneously في وقت متزامن. Start with a closed compass الأول, then opening it more and more, increasing the distance between the two points. Record a minimal distance between the two points at which the subject feels as two points touched and not as one. Compare the minimal distance. Compare the minimal distance with the threshold distance. بمعنى أنا دلوقتي عندي threshold distance في كل مكان من البودي، وبعد كده هعمل comparison مع threshold distance زي ما قلنا، عندي في اللب تبقى حوالي 1 ملي، في التيب اوف تونج 2 ملي، في التيب اوف فينجر 2 ملي، الباك اوف هاند 3 ل 5 ملي زي ما قلنا، الباك اوف نيك على الظهر دي اكبر منطقه ايه 40 ل 70 ملي. طيب، اقل منطقه فيها ثريشولد ديستنس حاجه اسمها الفوفيا سنتراليس. ايه الفوفيا سنتراليس؟ دي نقطه على الريتنا الشبكيه بتاعه العين، عندها بيبقى التكتيل ديسكريميشن بالمايكرو ثريشولد ديستنس بالمايكرون، يعني صغير جدا بحيث لو نقطة وجنبها نقطة العين تقدر تحسها كأنها ايه نقطتين مش نقطة، يعني الريتنا تكون حساسة جدا للتو بوينتس ديسكريميشن. طيب، وادي هوت ام الاماكن. طيب، هنا بقى حاجات مشتركة هنتكلم فيها، مشتركة بين التكتايل لوكاليزيشن وتكتايل ديسكريميشن. ايه هي بقى الحاجات دي؟ الاول هنتكلم على factors affecting الاكويتي، يعني على دقة الاحساس ده، معتمدة على عوامل معينة. معتمدة الاول على number of receptors، على حسب number بتاع receptors في المنطقة اللي انا بعملها touch، كل ما كبر number of receptors كل ما طبيعي الاحساس هيبقى more acute، دقيق اكتر. طب area of representation يعني ايه؟ كل منطقة في جسمنا معمول لها representation في البرين بتاعنا بمساحة معينة. طيب، الهاند عشان فيها فاين موفمنت والهاند بنستخدمها في كل حاجه في يومنا، الاريا ريبريزنتيشن بتاعتها في البرين كبيره، في حين مثلا حاجه زي الظهر الاريا ريبريزنتيشن بتاعه صغيره. على حسب الاريا ريبريزنتيشن كل ما كانت كبيره في البرين في السيريبرال كورتكس، كل ما كان التكتايل لوكاليزيشن ديسكريميشن دقيق اكتر في المنطقه دي، وبالتالي هلاقي في المنطقه زي الهاند الفاين سنسيشن فيها اقوى من الظهر. طيب، مال ديجري اوف كونفرجنز، معناها انا عندي الاحساس بيتوصل من الـ من الـ من الريسبتورز لغايه السيريبرال كورتكس بباثوي، ممر بيمشي فيه الاحساس. لو الباثوي ده متجمع عليه في طريقه كذا احساس مع بعض، معمول له كونفرجنز معناها تجمع كده، اللي هيوصل للسيريبرال كورتكس هيبقى فيه مش دقة قوي، لأن السيريبرال كورتكس وصل لها كم إحساس مختلف، يعني زي بين مثلا وصل لها تاتش وهكذا. فالأحاسيس المختلفة دي كل ما زاد degree of convergence كل ما قل دقة الإحساس بتاع الفاين تاتش. طيب، الريسبتيف فيلد معناها المنطقة، مساحة المنطقة اللي أنا بحس فيها، لو أنا عامل perception أي استقبال على منطقة صغيرة أدق ولا أنا عامل على منطقة كبيرة؟ أكيد لو أنا موزع الإحساس بتاعي على منطقة صغيرة هيبقى الإحساس more acute أدق، وبالتالي أول اتنين بيتناسبوا تناسب طردي مع الأكويتي،
مع دقة الإحساس، لكن الـ degree of convergence والـ receptive field بيتناسبوا تناسب عكسي. أمال الـ pathway بقى؟ طيب أنا عندي الـ pathway الأول بيتكون من receptor الأول، مستقبلات تحس، وبعد كده الـ afferent، وبعد كده الـ pathway نفسه. الـ receptor في الـ fine touch حاجة اسمها Meissner's corpuscles و Merkel's disc، دي receptors في الـ skin. محتاجين نعرف إيه أسميهم، وهما دول اللي بيختلفوا من إحساس لآخر. طيب الأفرنت هستخدم نيرف فايبر اسمه A بيتا، الباثوي اسمه إيه؟ دورسال كولومن تراكت أو جراسيل أنكونيت تراكت، وهنفهم ليه. طيب الباثوي عايز يوصلني لإيه؟ للسيريبرال كورتكس، عشان هو إبيكريتك، السنتر بتاعه السيريبرال كورتكس. واللوكاليزيشن بقى مش شاربلي لوكاليزد لأنه فاين تاتش. ادي التراكت عندي اسمه جراسيل أنكونيت. ليه؟ لأن التراكت أنا بسميه على حسب التراكت نفسه اسمه جراسيل أنكونيت، وفي نيوكلياي اسمها جراسيل أنكونيت. هيبتدي التراكت ازاي بقى؟ هيبتدي الأول من الريسبتورز في السكين، هيمشي ويتقسم، يمشي يدخل البرينستا السباينال كورد من حاجة اسمها الدورسال روت، ويتقسم لميديال ولاترال برانش. الميديال هو اللي بيهمني، هو اللي بيكمل معايا. الميديال هيعمل ايه عندي هنا؟ هيطلع ابورد، بيكون ابورد حاجه اسمها ايه؟ هي الجراسيل انكونيت تراكت. يفضل النيرف ماشي في السيم سايد، لو تلاحظوا هتلاقيها حاجه اسمها ابسي لاترال، يعني السيم سايد دورسال كولم في السباينال كورد في النخاع الشوكي، ويطلع يسلم لنيوكلياي اسمها يعمل ريلي. يعني ايه يعمل ريلي؟ معناها يسلم للنيوكلياي بعدها. يبقى أول نيورون استخدمتها هي واصلة من الريسبتور لغاية ما توصل للنيوكلياي اللي اسمها ايه؟ جراسيل أنكونيت نيوكلياي. بكده تبقى أول نيورون انتهت. أنا عندي كم نيورون؟ 3 نيورون، اسمهم 3 order neurons. first order neuron من الريسبتور وماشية في الباثوي اللي احنا قلنا عليه في الجراسيل أنكونيت تراكت، لغاية ما توصل ليه؟ الجراسيل أنكونيت نيوكلياي. هنا عندها بتعمل ريلي وتسلم للسكند اوردر نيورون. طب السكند اوردر نيورون بتبتدي منين؟ من حيث انتهت الاولى، من الجراسيل انكونيت تراكت، وتعمل ديكاسيشن، هتعدي للاوبوزيت سايت هنا في السباينال كورد، هتعدي للاوبوزيت سايت في سنسوري ديكاسيشن، تعمل حاجه اسمها انترنال اركويت فايبرز، وتطلع في البرين ستيم زي ما احنا شايفين كده، هدفها انها توصل للبرين للسيربرال كورتكس. طيب هنا التراكت ده اسمه ايه اللي طلعت فيه؟ اسمه ميديال لمينيسكس، ميديال لمينيسكس متجمع طالع هنا، لغايه ما يوصل فين؟ هيعمل ريلي يسلم للتالت نيورون. فين هيسلم لها؟ في الثالاموس، عند نيوكلس اسمها البي الفي بي ال ان. ايه هي الفي بي ال ان؟ فنترال بوسترولاترال نيوكلس of الثالاموس، يعني هي اسمها عبارة عن وصف مكانها في الثالاموس. طيب ventral posterolateral nucleus of the thalamus، من عندها تبتدي تالت order neuron third order neuron، هتبتدي من عند النيوكلس دي بتاعت الثالاموس، وتعمل radiation sensory radiation بحيث توصل للcerebral cortex، هتعدي في حاجة اسمها الانترنال كابسول، البوستيريور لمب بتاع الانترنال كابسول، عشان توصل في النهاية ايه للسنتر بتاعي، وده اهم حاجة في السيريبرال كورتكس، اسمه ايه؟ البوست سنترال جايروس او اريا 3 1 و 2. مهم جدا نعرف اسم الاريا، اريا 3 1 و 2، وده الترتيب بتاعهم 3 1 2، اسمهم كده. طيب كده يبقى خلص الباثوي زي ما قلنا، انا ماشي من الريسبتور لغايه ما اوصل للجراسيل انكونيت تراك نيوكلياي. طيب الجراسيل ايه الفرق بين الجراسيل والكونيت بقى؟ الجراسيل هو اللي تحت ده، بيعمل ايه؟ بياخد السنسيشن من اللور هاف اوف ذا بودي، وبيبقى لوكيتد ميديالي زي ما احنا شايفين هنا، ميديالي ناحيه جوه في السباينال كورد. في حين الكونيت بيبقى بياخد زي ما احنا رسمين هنا الهاند، بياخد السنسيشن من الابر هاف اوف ذا بودي، ولوكيتد فين؟ لاترالي في السباينال كورد. تمام، ده الفيرست اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون من الجراسيل انكونيت نيوكلياي تمشي تعمل على الاوبوزيت سايد لغايه ما توصل للثالاموس، بعد كده الثيرد اوردر نيورون تبتدي من النيوكلس بتاعت الثالاموس اللي هي الفنترو بوسترو لاترال نيوكلس اوف ذا ثالاموس، وتوصل للسيريبرال كورتكس اللي هي الاريا 3 1 و2.
ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف تكتايل لوكاليزيشن اند ديسكريميشن؟ هم مشتركين في النقط دي كلها، اللوكاليزيشن ديسكريميشن. الاول انه انا بستخدمهم طول ما الدورسال كولمن تراكت اللي هو الجراسيلان كونيت تراكت سليم، طول ما الاحساس باللوكاليزيشن ديسكريميشن هيفضل سليم، وبالتالي انا بستخدمهم عشان اعرف الانتجريتي سلامه هذا التراكت. وبالتالي في اي ديزيز يضرب او ياثر على التراكت ده هيأثر لي على السنسيشنز دي، هتبقى لوست. طيب مثال للديزيز اللي بتأثر على الدورسال كولمن تراكتس هي التيبس دورساليس. ايه هو التيبس دورساليس؟ ده الليت ستيج اوف نيوروسيفيلس. السيفيلس هو الزهري، الزهري ليه نيورولوجيكال مانيفيستيشنز في الليت في الليت ستيجز بتاعته، بيعمل ايه؟ انفلاميشن وكمبريشن، التهاب، وبيضغط على الدورسال نيرف روتس، وبالتالي بيأثر على النيرفز وهي طالعه في الباثوي، بيعمل لها ديجنريشن نتيجه الكومبريشن. ديجنريشن معناها تبتدي تتلف الدورسال كولمن تراكس، وبالتالي مش هتوصل الاحساس كويس وهيبقى الاحساس لوست. تاني مرض هو البولينيورايتس. بولينيورايتس معناها ايه؟ ديجنريشن في البريفيرال نيرفز، جايه من اسمها، بولي معناها متعدد، نيورو من نيرفز، ايتس معناها انفلاميشن، فيحصل انفلاميشن وديجنريشن للبريفيرال نيرفز، فمش هتوصل برده الاحساس. بعد كده الثلاميك سندروم، يعني لو تلاحظوا احنا هنضرب كل التراكت في كل منطقه، هضرب النيرف الاول وبعد كده التراكت، وبعد كده هضرب الثلاميك الثلامس بثلاميك سندروم، ده ديزيز يحصل فيه دامج للنيوكليس بتاع الثلامس، وبعد كده لو حصل ليجن في السيريبرال كورتكس اللي هي السوماتو سنسري اريا واحد. وفي ملحوظه ان التكتايل لوكاليزيشن وكل الفاين تاتش بيبقى سليم في السيرينجومايليا. ايه السيرينجومايليا؟ ده مرض في بيحصل حوالين السنترال كانال بتاع السباينال كورد. المهم ان التكتايل فيه ما بيتاثرش خلاص. طيب احنا خدنا كده تكتايل لوكاليزيشن وديسكريميشن، فاضل لي اتنين من الفاين تاتش، ستيريوكنوزيس والتكستشر اوف ماتيريال. التكستشر اوف ماتيريال سهل، هو قدره الشخص انه يعرف يفرق بين الماتيريالز المختلفه، زي قدرته انه يعرف فرق بين الحرير وهو مغمض عينه، فرق بين الحرير مثلا والستان والصوف وهكذا، القدره دي برضو فاين تاتش. طيب امال الاخيره ايه؟ الاستيريوجنوزيس. يعني استيريوجنوزيس is the ability to recognize the nature of familiar objects by handling them from their shape, size, weights, temperature while the eyes are closed. معناها ايه؟ هي قدره الشخص انه وهو عينه مغمضه لو اديت له حاجة معروفة بالنسبة له وعمل لها handling، يعني قاعد يمسكها في ايده ومن الشيب بتاعها والسايز بتاعها والويت، يقدر يقول لي وهو عينه مغمضة والله ان ده ريموت، دي فلاشة وهكذا. طيب ايه البرنسبل؟ نفس الايتمز اللي بنتكلم عليها. البرنسبل الاول هو سوماتيك، وبعدين هل سوبرفيشل ولا ديب؟ لا ده ميكس، سوبرفيشل وديب. ليه؟ لان انا ما استخدمتش السكن بس، انا استخدمت السكن والماسلز عشان اعرف الويت بتاع الحاجه اللي انا ماسكها في ايدي والسايز والكلام ده كله، فاستخدمت مش السكن بس، استخدمت سكن وديب ستراكشرز، وبالتالي هو ميكست. وبرده ميكانو ريسبتيف. ايبيكريتيك نيدز الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس، وهو هايلي ادوكيتد سنسيشن. الجنرال بريكوشنز بتاعتي ذا سيم، ثابته. طيب هعمل البروسيجر ازاي؟ والله الاول هعمل اكسبلينيشن للشخص، هقول له انا هديك حاجه في ايدك وانت مغمض، امسكها وقول لي ايه اللي انا اديتها لك، وبعدين اطلب منه يغمض عينه وادي له حاجه فاميليار. يعني ايه موضوع فاميليار؟ دي اهم نقطه في التست، ان انا لازم حاجه يكون الشخص عارفها اصلا. زي مثلا بالنسبه لطالب هدي له مثلا فلاشه او ريموت او اي حاجه يبقى عارفها الشخص، عارفها اصلا، لما يحس لما يمسكها وهو مغمض عينه هيتعرف عليها، هيقول لي والله دي فلاش، والله ده ريموت. لكن ما جيش مثلا على حد بيشتغل في الارض وعمره ما اتعامل مثلا مع الفلاشه والحاجات دي، واطلب منه وهو مغمض عينه انه يتعرف على الفلاشه، ما هو حاسسها وكل حاجه، بس هو مش عارف هو ايه، هو مش شافهاش قبل كده ولا عارفها قبل كده. فلو ما عرفش انها فلاشه مش مفيش مشكله عنده في الاستيريوجنوزيس، هي يعني المشكله ان هو اصلا مش عارفها. تمام، وبالتالي اختار للشخص الحاجات الفاميليار بالنسبة له. الباثوي زي التكتايل، ولكن الفرق ايه؟ في الريسبتورز، في الريسبتورز عبارة عن ميكسشر من البريشر ريسبتورز، ستريتش ريسبتورز، والفاين تاتش ريسبتورز اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، والتمبريتشر ريسبتورز. طب الافرنت ايه؟ اي بيتا برضو. الترانسميتك تراكت ايه؟ برضو جراسيلان كونييت تراكت، لان ده كله جوه الفاين تاتش، بيتنقل كله بالجراسيلان كونييت. طيب
امال هيفرق ايه؟ في السنتر عندي بيروح للاسوسيشن اريا، اسوسيشن اريا، اريا اسمها اريا 5 و7، تمام؟ الكلينيكال سيجنيفيكانس برضو زي التكتايل. الفرق ايه؟ ان في السنتر، السنتر هناك لو حصل ليجن في اريا واحد عشان ده السنتر بتاعها، لكن هنا السنتر ايه 5 و7، يبقى لو حصل ليجن في 5 و7، لكن الباقي زي ما هو التيبس دورسالس والبولينيورايتس والكلام ده كله برضو بيأثر على الاستريوجنوزيس. في ملحوظة، استريوجنوزيس معناها ايه؟ معناها absence، معناها loss of استريوجنوزيس، الشخص ما يبقاش قادر يتعرف على familiar objects while his eyes are closed. يبقى بكده الاستريوجنوزيس انتهى. يبقى كده احنا خلصنا الفاين تاتش بالاربع ايتمز بتوعه. نيجي للفايبريشن. الفايبريشن سنسيشن هو السنس اوف ثريل. طيب البرنسبل ايه؟ يعني ايه يعني ايه سنس اوف ثريل؟ يعني قدره الشخص انه يحس الاهتزازات، زي اهتزازات الموبايل مثلا، وزي الشوكه الرنانه زي ما هنستخدمها دلوقتي. طب البرنسبل هنا ايه؟ هو سوماتيك برضو ميكست. ليه؟ لان انا هنا برضو احس الاهتزازات بالسكن والديب ستراكشرز بتاعتي هيوصل لها الاهتزازات واحس بيها الاهتزازات. طيب ميكانو ريسبتيف برضو ابيكريتيك نيدز الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس. يبقى لو تلاحظوا الاختلاف هنا في الميكست، وبرضو الستيريوجنوزيس كان ميكست سوبرفيشال اند ديب. طيب الاكويبمنت زي ما قلنا تيونينج فورك، تيونينج فورك اللي هي الشوكه الرنانه. الجنرال بريكوشنز ثابته زي بقيه التجارب. البروسيجر ازاي؟ انا هشرح للشخص، هقول له انا وانت عينيك مغمضه هلمسك وقول لي انت حاسس بايه. طيب واطلب منه يقفل عينه، وبعدين اضرب الشوكه الرنانه على الترابيزه عشان تهتز، واحط البيز بتاع الشوكه الرنانه على بوني بروميننس. زي ايه بوني بروميننس في الجسم؟ زي الكلافيكل او الميديال ماليولس احطها. طب ليه استخدمت البون هنا؟ لان او حطيتها على البون، البون مش سنسيتيف للفايبريشن، ولكن انا بحطها على البون لانه هيعمل ماجنيفيكيشن، هيكبر الاهتزازات فالشخص يحس بيها كويس. لكن على الرغم من البون ما بيحسش الاهتزازات الا انه بيعمل لها ماجنيفيكيشن. اهو بون از نورمالي انسنسيتيف للفايبريشن بات ماجنيفايز الفايبريشن ويفز. طيب وبعد كده هسال الشخص، هقول له انت حاسس بايه؟ هيقول لي والله انا حاسس باهتزازات، يبقى الشخص سليم. هيقول لي مش حاسس، يبقى الشخص في مشكله عنده في الفايبريشن. طيب الباثوي نفس الوضع، بمشي ريسبتور الاول. طب الريسبتورز هنا ايه؟ حاجه اسمها رابيدلي ادابتنج ريسبتورز، يعني ريسبتورز بتتكيف سريعا، اسمها ايه؟ ميزنرز كوربسلز وباسينين. الفرق بينهم ايه؟ الميزنرز بتريسبوند للو فريكوينسي فايبريشنز، الفايبريشنز اللي ترددها قليل، في حين الباسينين بتستجيب للفايبريشنز الهاي فريكوينسي ترددها عالي. الافرنت برضو ثابت، اي بيتا الترانسميتنج تراكت جراسيل اند كونييت. يبقى هنلاحظ الجراسيل اند كونييت ماسك الفاين فاين تاتش كله والفايبريشن، ومعاه البريشر كمان والبروبيوسبشن. ولكن احنا في الفيديو ده هو زي ما درسنا الفاين تاتش اند فايبريشن كله بالجراسيل اند كونييت. اللي فرق عندي هو الريسبتورز، والستيريوجنوزيس كمان كان السنتر بتاعه هو الاسوسيشن اريا. تمام. الكلينيكال سيجنيفيكانس برضو ثابت، نفس الحاجات اللي اثرت على التكتايل لوكاليزيشن، لان هي اثرت على التراكت جراسيل اند كونييت، هي برضو اللي هيحصل لوس للفايبريشن لو اتضربت، زي التيبس دورسالس البولينيورايتس والثلاميك سندروم، لان هو نفس التراكت، فلو اتاثر التراكت في اي مرحله هياثر على الفاين تاتش والفايبريشن. طيب هنا بيزيد ايه؟ البرنيشس انيميا. ايه البرنيشس انيميا؟ دي انيميا نتيجه نقص فيتامين بي 12 اللي مهم عشان المايلينيشن بتاع النيرف فايبرز. فلو النيرف فايبرز هيبقى فيه مشكله برضو نقل الـ الاشاره العصبيه خلال النيرف ده، لو هو مش مايلينيتد كويس هيبقى نقل الاشاره العصبيه فيه مشكله وبالتالي هيتاثر، وسميتها بيرنيشس انيميا. وساعتها في المرض ده بيتاثر الفايبريشن سنسيشن. خلاص كده، شكرا يا دكاتره.